نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في الجميع، يا مرحبا. بعد مشروع المزرعة الحين استوى الأوضاع شوي مستدبة، وخلصت شوي مهمة مال هاي الجماعة الطيبة، وقاعد أنتج عادي يعني، و أحاول أمتج شوية. عندي جولد، عندي كل شيء، بس شو قلت بسوي؟ عندنا شوية ديكوريتيف شغلات، خلينا نحط المكان، نزينه، نسوي، نعدل المكان، نضبط الجماعة. عندنا جولد، والله عندنا جولد، فليش ما ندلع العالم؟ والله وحطيت مبنى انتم ما شفتوه، هذا صديقنا الصدوق. خلينا نحط فيه عمال، نحط فيه وحدة، هاي بتحول لنا شو اسمه الى حصة، حاب يزيد نسبة السعادة، لان السوق عندنا بيكون فيه هني بيع ملابس، لكن ما عندنا ملابس ترى للبيع حق الناس. لكن الحين من هذا يخلص شغله، ولا هاي تخلص شغلها، لإميلي اللي تشتغل، بتبدأ بتيب حصة من هني قريب تشوفوا، وبتنتج لنا شو اللي هي الطوابيق. الطوابيق نحن الحين طبعا بما ان عندنا انتاج طوابيق، بيكون ترى المملكة بكبرها راح تتطور، ترى مش بس الطوابيق، يعني ليترلي يعني كل شيء راح يبدا يتطور، راح يتغير، راح يصير شيء فنان، شيء لذيذ من الاخر يعني. على كيفكم، بس نحن اللي محتاجين نسويه الحين نبدا نبني هالوظائف ولا شغلات صغيره، يعني مثلا على اساس ان هذا ينبني مثلا ويجيبونه حقه. بس في شغلات نحن ما نقدر نسلمها الا اذا عندنا مستودعات، المستودعات لازم ناس تشتغل فيها. الحين انا غير المستودعات اللي اباه، لان في البدايه وايد خبصت هني في الليبر، مش قادر احطي اللي يصيدون سمك، ونحن محتاجين مصادر اكل كصيد سمك وربعه. مصيد السمك وربعه بيكونون يا جماعه الخير وين؟ هني، اوكي. مش هني، استغفر الله العظيم، صيد سمك راح يكون عند البحر. وين صيد السمك هناك؟ انتوا خبروني، خبروا كيف صيد سمك هناك. انزين خلنا نحط شوي ديكور، كنا نقول انزين عندنا شغلات وايد فتحت. ايرون سملتر، وهذا يحول حديد الى هذا، بس احنا ما عندنا حديد الحين ابدا، وما اعرف وين الحديد. الحديد اظني هذا حديد بيكون، صدقون هذا بيكون حديد. يعني اذا بنشتري منطقه ثانيه الحين، على الاغلب ما راح اشتري هني، راح اشتري هني واسوي بيوت فوق واسوي انتاج حديد هني. خلاص هني باله جسر والله، ما هني لين هني وناخذ المنطقه هاي، ويكون طر 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 مش طبيعي يعني. ما دقيت عليك كلك انت يا حبيبي. فالحين قام يبنونه، شوف 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 شوف، الخياط اخيرا، الخياط بيكون موجود اخيرا. من متى العالم تتريّر خياط؟ قولوا لي، ما عندهم ثياب، عالم ما عنده ثياب من زمان، من فتره. ليش بس الدنيا كلها واقفه بس على منو؟ على هاي اللي يسوي حصى، اظن حتى هاي اللي يتطورون بياخذون حصى ترى. انزين طبعا احنا العمال الحين بدينا نوصل مرحله تشبع من الناس اللي تينا، فبيستوي عندنا جيش شوي اكبر، ببدا احطيهم في الجيش، لان عندنا خبز، عندنا كل شيء، بس الخبز نوعا ما قام يكفي ترى، يعني حتى في هاي يبالنا نمتد شوي. طيبالنا مصادر اكل ثانيه، البيري ما قام يكفي نفس اول، الخبز ما قام يكفي نفس الاول، والناس وايد قامت تزيد. وانا يمكن الحين المفروض وين صار يا جماعه؟ ما عندك وستات، وين صار؟ كان في راويني المهاجرين اليوم، اوكي. الحين خلاص بوقف استيراد الناس، خلاص الناس ما بهتي، لان الحين عندي مستوى اكل اعتقد اني اقدر احافظ عليه. لازم ازيد شوي مستوى الاكل واوازن المدينه اللي نحن ساكنين فيها. فخلاص يعني ما عاد مكان للناس بشكل فعلي زياده. زين خلينا نحط ايرون ماين، مشكله ما عندنا حديد الا هني، شوفوا. وهذا هذا من شو يسوي؟ يقول هاد بروديوس، هذا معقوله انه ينتج بدون؟ خلينا نحطيه هني. من شو ينتج فحم؟ من الشير يعني ولا من شو؟ ولا لانه مش كاتب اللي هني، هذا مال الفحم ما قاعد يبين لي شو يسهلك، يطلع لي خشب ويطلع لي
يمكن يجيب الخشب يسوي فحم حق الناس ولا حق الانتاج. هذا ابدا ابني فيه معدات. شوفوا 200 بيكلفني. سمعوا الناس سايرين يعني كم واحد ارمش اللي هنا؟ 20 من 20 وانا عندي 60 واحد. انزين اذا يجيب المبنى هذا بعد الان زين. لحظة صبر. هذا كور قلنا بيه. اذا حطيناه ورا. صح؟ كم بيزيد؟ ما نعرف. بنحطي واحد هني وواحد هني. حلو. سوي ستارت كونستراكشن. بشوف كم واحد بيزيد لهذا. هل هذا راح يكبر المكان وايد ولا لا؟ اذا بيكبر والله شيء حلو. وراه يعني من ورا يكون في مساحة، يكون واجهة حلوة ومن ورا يكون في مساحة. على فكرة بيوت الناس ما تكفيهم. خلنا نشوف اذا هذا راح يسوي لنا شيء ولا ما راح يسوي لنا شيء، وهل هذا راح ينبني ولا لا. عندنا ناس ما تشتغل. وقت اللي نحتاج فيه عمال بطلب فيه عمال. الحين اتريى انا اي شيء بس عشان اساعد الناس وافتح الفشر اللي هو مال السمك. على اساس يكون عندنا مورد اكل جديد. انزين. وذكروني دائما اذا ما في شيء على اساس انه شو اسوي. لحظة. شو قاعد يبنون؟ يبنون كل شيء لوجنج ما ادري شو كدنهم كدنهم. على فكرة المكان اللي نستعمله حق الخشب الحين. بس ما عندي مشكلة مع الخشب للحين. ما عندي اي مشكلة يعني بالعكس عندي وايد. انزين نحطي ديكوريتيف. ديكوريتيف بنحطي علامة الطريق هنا عند ناس تدل درجة. الهيلب بيبل. اوكي شو يبون؟ يبون خمسة. اول ما يدخل عندنا خمسة هني في المخزن. وين هني؟ هني ما في. ما عندنا خمسة صح؟ الهيلب بيبل. في لحظة في طحين زيادة؟ لا ما في طحين زيادة. يعني يبالي مزرعة زيادة اصلا في كل الاحوال. ما بيمديني 15 يوم ما بقدر اسوي، بس اتمنى اني اوصل 5 خبزات. عنده 8 وما قاعد يوصلون. لان لو الحين في المخزن يستوي عندي 5 انا اتصور اقدر على طول اسلم لهم. ايوه اسلم لهم. فتحنا السمك ولوردز مينر. هذا اللي بيخلينا نزيد فلوس ونزيد كل شيء. نايس. الحين نبغى على طول فيشرز هات. بنحطي واحد. بنحطي لنا مبدئيا واحد هني. وبخليه مينا صغيرون. اثنين. ثلاثة. اوكي. وبشوف خلني بشوي مقرنس زيادة. لان بنحتاج شوي ناس. بنشوف هني شو ناقصنا. تيلر وركشوب بنحط فيه واحد يداوم. بنحط لنا جندي. كول هات ما في حد يشتغل. لحظة ما نقدر اشيل منه مثل ما ازيد. لا ما اقدر. بيونا ناس وبنشغلهم وين؟ على طول في شو تجارة السمك على اساس يكون عندنا شو مخزون. الحين يبالنا مستودع زيادة يا جماعة الخير. والله انا عندي مشكلة في الامتداد ترى. مشكلة خرافية. ما اعرف ليش مسكر علي الامتداد للحين. ما اعرف. مع انه المفروض عطيني فري. المفروض عطيني ارض ببلاش. بس ليش مش قادر امتد؟ يمكن لانه ما عندي اللورد مينر. اللورد مينر طب احطيه هني. عند المعسكر يطالع الناس تتمرن. لحظة. فيشرز هات. ما في حد عندي. لحظة. مش بلدر. لا شو بسوي؟ باخذ من هذا نفر واحد بسكره. باخذ من هذا نفر واحد بسكره. وباخذ من بس هاي المؤقتين يكفون. اوكي انزين. هذا مؤقتا حق الحين. حق شو؟ نبل سمك. نبل سمك ما عندنا حد الحين. زين هذا خلنا نبنده. بيولنا ناس
وببدأ أبني. لحظة، أنا عندي وايد ناس يبنون ترى، بنرتبه بالوظيفة. ثلاثة بلدرز وايد، بنفنشه هذا من هني، بنحطيه وين؟ هني، بنتجلنا فحم، وبنحطي. شوفوا قاعد يصيد، محلا قاعد يصيد. بسوي موانه هني شكله، بس حق السمك والله. انزين، وبنحطي الحين لين نحن نبدأ نحط شو؟ قصر ال قصر مالي أنا هذا. بنحطي كور أول شيء، المبنى الأساسي قدام ورا على الخشب. هلا نسوي كبير على أساس يشوف الناس من فوق. خزينة، خزينة البيت هذا اللي أظن بيزيد كمية الذهب اللي نقدر نشله ترى. خلنا نشله لحظة. زين، بالطريقة هاي نحط برج. لا، بنحط كور بالعكس. زين، وبنحط برج حماية قدام. زين، بنحط باب من هني، بنحط له باب من صوب واحد من صوب البحر. بس ستارت كونستراكشن، بنبدا نبني. زين، تنيو فيليجرز ار جوينينج. نايس. يعني هذا معناه هذا بيحصل يوم يوصلون هاي، بنحصل ناس نوظفهم. استوى عندنا ثياب، نايس. استوى عندنا ثياب، استوى عندنا طوابيق، استوى عندنا وايد شغلات. الحين بس باقي يتكرمون علي ويخلوني اشتري اي منطقة. بس اظني لازم اللورد ميرنر يبني يمكن. خل اشوف النظرية. انزين، الكول ما اعرف فايدة الفحم والله، يعني الصراحة انا ما اعرف فايدة الفحم للحين. انزين، نبى اوظف حد. وين الناس اللي قالوا بتشتغل عندي؟ انزين، ابى مخزن ثاني. صبر، ابى مخزن ثاني، ابى مستودع. يعني نبى مستودع يكون هني. زين، تقريبا ايه. زين، هني مستودع. هذا المستودع راح يحتوي على وايد شغلات. زين، لورد مينر راح يسوي. اوكي، وايد زين، وايد زين. من يوصلون هاي الاثنين الحين؟ نحن وايد نزلت عدد سكان سبت الاكل اظني. اتوقع هو من الاكل. الحين اللي بعده ابى احسن العلاقه مع منو؟ الملك. خلنا نعطي مره راسك تشيرت هذا نباها. الوازع الدين وازع صح هاي يخلصوا بنا. كم واحد شل الحين؟ 60. نايس تشل 60. انزين، الحين الساين هني واحد، بنحط لنا اثنين هني، واحد هني، مو في اثنين. نيو بيلدينجز انلوكت. اوكي، راستك تشيرش هاي شو الفايده منها؟ اوه، هاي زياده. موضوع طويل جدا، يباله ترتيب دنيا هذا يا حبيبي يا حبيبي. لا، يبالنا موضوع طويل. زين، خلنا نسوي لنا مخبز بجنب المخبز. هذا مكانه مثلا. اوكي، وبنسوي لنا ويند ميل ثاني، ابا يكون قريب المخبز. غريبه، استوى ما عندنا فلوس. اوكي، استوى عندنا فلوس. الباب يكون هني شبه جيد. زين، وابا احط لي مزرعه. وين صار ويت فارم هذه؟ زين، نحطي لنا مزرعة، بس هني ما بيركب عندي مزرعة حاليا. بشوف على مزرعة واحدة، ما ادري بيقدرون ينتجون اكثر اصلا.
بس من ينبني هذا وهذا وهذا بيكون وضع ثاني. بس ترى انا وايد مباني حطيت في نفس الوقت. انزين خلنا المكان هذا ما في وايد والله ابو اكثر. شوفوا 500 يخرب بيته غالي. شو عجيب. لحظه هذا حق المدخل. واو فنان فنان. زين لحظه خلنا نحطي الملك يوم يزور هايل لازم يكون مكان حلو مرتب جميل. زين ترى هاي المره الجيش عنده يحمونه بس يبنون الحين هذا خلاص. جيج يا جماعه الخير ما في في حد مش موظف. هي كم بلدر عندنا؟ اثنين مفروض يكفون بس انا وايد كادنهم. خلوني احط بلدر هني. انا شليت من هاي الحد صح؟ لا بحتاج واحد حق هني انا حق هذا المكان تشوفونه. بحتاج واحد وايد بحتاج واحد. لحظة اللي يقصون خشب شو شغلتهم؟ ليش ما يقصون الخشب اللي هني؟ خلهم يقصون الخشب هذا كله. شو بفي؟ خلهم يقصون الخشب هذا كله. زين ما نقسم الخشب هذا كله. ابى اشتري يا جماعه هاوس يسوون ابجريدهم ان عندهم. واه شوفوا البيت شوفوا البيت محلاه بيت فنان وايد. بس يبنون على كيفهم ترى مش على كيفي انا. صيد 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 يعطيك العافيه يعطيك العافيه يا تشارلز. تشارلز انت رقم واحد انت احسن وحده في ربعك. انزين الحين هذا تجيب وظايف. عندنا وظايف نحن ندور ناس. ايام بيون بيكون عندنا وصلنا حدنا ما نبي وظايف اكثر. بس من نبني القصر مالي ولا البيت مالي بيتي بنيت بيتي في اللعبه. زين اوه قام يستوي عندنا قريه يا جماعه. شوي شوي نستكشف المواضيع. يو شي فنان شي فنان. بس لازم اعدل الماركت. لحظه اعدل الماركت ادت احط عندهم على هلب ذا كينج. امنوا سبلندر كليرجي هذا ما نبغى كليرجي. نبغى نساعد الملك على اساس قلنا شو بنفتح. لا مو براستكتر. شو كنا بنساعد شو كنا بنفتح نحن؟ هانترز هات. اوكي بق شو وودن كيب بق تاور. اوكي معنا اذا ساعدنا شو يبونهم مثلا؟ خبز سهل. نبى نساعد ستون ست هذا الحصى بس بعده بدري احس. فشو بسوي؟ ابى اساعد الملك على اساس نفتح مال هنتر مال الصيد. زين شو يبى الملك؟ خمسة خبز مقدور عليهن. حلو نبى بعد دام ان عندي فلوس نحط هني. اعطي لهم ورود. خلي المكان جميل يا جماعه. كان في فلوس الناس تستانس. مكان جميل يكون. انزين الحين بما اني اشوف الشارع فاونتن عقب خلي يبنون هذا. مفروض اظني هذا يزيد كمية الذهب اللي عندي لانه تريجري لانه الخزنة يمكن. مفروض عندي ناس مش بتداوم. اوكي بنحطي فيشرز هات هني.
هذا مينا رسمي. رسميا هذا المينا مالنا. ها الحلقة كلها مينا استوى ترى. ما اعرف انتم عايبينكم موضوع المينا ولا مش عايبينكم، اكتبوا لي تحت في الكومنت ابي اعرف. انتم عايبينكم المينا ولا ما عايبينكم؟ بس ما قاعد نوايد لان نحن ما عندنا بلدرز وايد فعليا. اذا يونا ناس صغير ها بنخليهم صيادين. خلنا بالوظيفة ثلاثة بلدر عندنا بس المفروض يكفون والله، لان عندنا مشكلة في الخشب صح؟ عندنا مشكلة في الخشب. ها معناه بنحطي لمبر كامب ثاني هني جنب هذا زين، وبيبنونه هذا بسرعة ما يباله شيء. لأن إذا في مشكلة بالخشب أظن هاي مشكلة سهلة نحلها، ما يباله وايد. حرام يكون أصلا عندي مشكلة في الخشب أساسا. أساسا حرام يكون في مشكلة في الخشب. المزرعة شغالة ولا قاعد تكد على القرية كامل؟ نسيت موضوع الخبز. عندك خبز؟ الخبز. ما عندي مخزن أودي له سمك. والماركت ما عدلته. لا اوكي منطقي هذا. زين حطي هناك سمك. انا بيشتري سمك ياكلون الخبز كله. اح يلا يلا عطني عطني خبز 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 خبز. اسميهم ياكلون الخبز كله. ياكلون الخبز كله هايل. بنعطي الملك. سحبت على الملك توا. والله سحبت على الملك. مسكين الملك. مسحوب عليه والله. والله مسحوب عليه المسكين. ما اعرف هاي شو قاعد يسوون، شو قاعد يبنون، شو قاعد يحطون، ما عندهم شيء، ما عندهم مورد. اوكي. اوكي. لا بعد يبالي شوي. ريبيتيشن لانه جبت العيد وياه. علاقاتي مع الملك خربتها تماما تماما جدا 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 جدا. لحظة هلو الملك. انزين انا ما عندي ثلاث عمال بناء ولا عن والد والدينا، فخلنا نحط الرابع واحد. زين وخلى يبنون هذا. اول مرة اظن يسوونه ولو يعدل اعتقد. خلنا نحط ثلاثة هني يداومون. خلهم ينشفون هالمنطقة هاي. اللي يزرع اظني هذا اموره طيبة. يزرع كل مكان. خلهم يبون خشب هني. بخزن خشب هني بعد. لانه وايد خشب ناقصنا مو بشوية. ما توقعت ان هالكثر خشب بينقصنا. الحلو في اللعبة مسوينها بطريقة ممكن نخليها اعتماد ذاتي ترى. وين الاربعة اللي اسسون هالسوالف؟ عندنا طوابيق اوكي. السالفة الحين. الحين شو السالفة؟ اوكي، الحين السالفة انه بيجيبون لنا خشب. ما عندي كوستات، ما عندي مهمات الحمد لله. ما جبت العيد في الملك هالمرة. على آخر لحظة والله. والله على آخر لحظة. الحين اللي أبغى يبنونه قبل، ها هذا بانينا بانينا. ما عندي ولا واحد لحظة. وود كتر ستون كتر. انت مش ستون كتر، انت مش ستون كتر خلاص. اوكي انت واحد اثنين هني يداومون. واحد بيجيب السمك اللي عندنا. واحد بيجيب شو بعد فحم. والثاني لحظة ايرون اور ما نبغى الحين. نبيذ ما نبى بس خلاص. وهذا السمك وين بيروح؟ من يبنى به السوق بيروح للسوق. فمفروض ان كميه تسوي معادله يعني نحن نعدل انتاج ما بين وبين ان يكون عندنا اكل دائما فايض نبيعه ولا ان شو يروح بضياع ولا غيره. اذا فهمتوا قصدي يعني خلاص يعني نبيعه احسن.
انزين هذا ابى اشله ابني فيه بيوت انا اصلا لان ما عندي بيوت حق الناس. فمن يوني للثمانين راح اسكر المهاجرين اللي يوني لان السعاد عندهم نازله. شوفوا ستة ما عندهم بيوت، ستة ما عندهم ثياب، 23 ما عندهم ما ادري ها شو اكل البطران، التشيرش ولا الاماكن الدينيه ناقصهم. حلو، فنحن نبى نسويه ان نبني بعد اكستنشن اديت نحط كور بي بالعرض يستوي بالطريقه هاي. او يستوي ثلاثه، يستوي واحد داخل واحد، والله يستوي. لحظه والله اذا استوى زين لانه ما بيخرب الشكل زين، لان هذا بيزيدني كم؟ نزيد اثنين زادنا واحد اظن زادنا 20. انزين من يوصل 80 بسكر وجود الناس عندي. اوكي ستيفن بيشتغل هني في السمك، وهذا اوكي قاعد يبنون الحين عشان نبيع سمك عليهم. اوكي ممكن نوقف بيع البيريز الحين، خلاص ممكن نوقفه تماما، حتى نخليه حق الطواري. بس بعد مش منطق لانهم زعلانين لان ما عندهم اكل، ما عندهم شغلات. بس ممكن ليفنج افا في حد طلع لانه زعلان. زين بسوي لكم لحظة، ويت صبركم علي. ما هذا ليش زعالة هاي؟ خط احمر، انا خاطر اعرف الخط الاحمر شو يعني. الخط الاحمر شو معناه يا جماعة؟ الخط الاحمر شو معناه؟ بس لو يبنون هذا وايد شغلات عندهم يبنونه، ما اعرف شو يبنون ولا ما يبنون. تعرف شو؟ ستوب ستوب، ما نبى تبنوا هاي، خلاص انسوهم هالثنين انسوهم، ان ما عندنا تولز. اوكي وانت تعال سان افاليبل، وبنصير بوقف هايل ما نباهم حاليا. زين وخلنا بدل هذه الشغله نقوم نحط منطقه سكنيه حق بيتين زياده، لان اربعه ما عندهم كل بيت يسكنون اثنين صح. فشو بسوي؟ اللي بسويه اني ابى اكبر، وما اعرف اذا بيبنونهم هني ولا لا. هي بنوا، اوكي حلو بنوا ثلاث بيوت. هذا معناه بنحل مشكلة كم من واحد؟ أربعة بنحل مشكلة بيوتهم، خمسة بنحل مشكلة ثيابهم، ومشكلة التنوع الأكل بنحط سمك في السوق. زين السوق مالنا مكان الحين ما تغير، يمكن أغير السوق تحت والله. زين وأنت في حد جالس يشتغل يبون سمك، سمك عندنا وايد أظني، سمك عندنا كمية حلوة أتصور. ف الحين الفحم اي شيء فوق الخمسين نبى نبيعه. بساعد منو؟ مساعد كليرجي. شو يعطينا كليرجي؟ ما نبى تشرش، بس انا خلاص تشرش. نبى الملك قلنا صح؟ 20 الحين والله عندي مليون سمك اصلا. شكرا بساعدك لين تقول امين. يبالي 10 من هاي عشان افتح. شوفوا 15. انزين والحين السمك عندنا وايد، خلاص اوكي الحين بيحصلون اكل صح. خمسه ما عندهم بيوت، قاعد يبنون بيوت. وخمسه ما عندهم ثياب، لكن هذا الثالث ما عرفته والله. بس هذا 60 من 60. ما عندنا بريست نحن، كاهن كيف نسوي كاهن؟ كيف نحوله لبريست؟ كيف نحط لنا بريست؟ هل هي وظيفة أغيرها؟ أم شيء أسويه؟
خلنا نوقف الناس دقيقة. اوكي عندنا نحن وايد شغلات بس ما عندنا اللي هو البريست. انا ما اعرف كيف اوظف البريست حاليا لان عندنا نحن المبنى هني بس مش عارف اسوي البريست صراحة. فلازم اجيب بريست، بشوف عقب انا كيف ممكن اجيب البريست. مو مشكلة، ما عندنا مشكلة الحين مع هذا. الحين مشكلة مع التوازن وبيت اللي لا قاعدين بني، ما قاعدين يبنون الكسالة. استوى عندنا بيوت ستة ما عندهم بيت. ها ما عندهم ما عندهم ماي او بيت. خلنا نحط لنا بير بين البيوت كلها، يعني هذا البيت من ورا عشان في بير يمرون عليه، وفي بير عندنا هني بس يبالنا بير حق المزرعة. البير كم واحد يخدم؟ زين، وبنحط بير عند الكنيسة، وبنحط في بير عند الداون تاون ما يباله تحت. ما عندنا مشكلة الحين، بنحط لهم ابار اساس هذا بيت ومي هم يبون. اوكي ويبون ستيبون، بس هذا قاعد يبني صح بعد ما خلص بنا. تعال شو تبى انت؟ تعال ادري بك انت تبى مشاكل، تحتاج ناس. خلنا نطرش لناس، خلنا نحط لك ناس. عندنا جنود يا حبيبي، عندنا جنود قدام، عندنا جنود. الوضع مستدب وعندنا قوات وهذا ودنيا وناس تتمرن وناس سايرة مجهزين حق الحروب، وكفوا عليهم الصراحة ما فيهم حيلة. زين الحين على قد ما بنيت اماكن بيوت وهذا، لحظة خلينا نحط اماكن زيادة، نشل هذا من الحسبة، نخلي هذا المكان مكان سكني، خليهم يبنون بيوت. اوكي خليهم يبنون بيوت، بنبني لهم ماي هني بعد. ابا اخلي الناس تستانس، ورضاء الناس غاية لا تدرك. خلنا نحط بير ورا هاي. انزين ونبى نحط شو ناقصنا؟ عندهم سمك، عندهم كل شيء. زيرو 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 زيرو، خيبة الأكل. ليش ناقصنا كذي أكل نحن؟ لو والله هاي كلهم يتمركزون في الوسط كماركت أحسن. فخلنا نبني سوق. زين السوق بيكون وين؟ السوق بيكون في الوسط. واحد فود ماركت، اثنين فود ماركت، ثلاثة جودز ماركت، واحد لكشري ماركت. ما اعرف شو بنبيع فيه بس هذا صبر. تعال وانت بعد بالطريقة هاي ونبدأ نبني. شي راهي بتخرب علي الدنيا. وابوك وين بنى في حضن هذا؟ لحظة. اوكي ابني هني بس لا تدخل في السوق، دخيلك. خلنا نبني السوق عدل مثل عالم الناس. السوق مكانه غريب اصلا. انزين خلهم يبنون بيوت لانهم محتاجين بيوت اصلا. وكوهات ستة هاي ما ينزلون؟ ما ينزلون ما ابدا ابدا. انزين هذا معناه نقدر نحن شو نسوي بعد ما نبني السوق هذا، لانه بيكون مكان مركزي، يمكن نغير اماكن المستودعات حتى.
هنا شو عندنا؟ ما عاد البيري، ما عندنا شيء ثاني. الخبز تحت خلاص. هني شو بنحطي؟ بنحط الفحم هني. زين، والفحم اللي هني خلاص خله هني، مو مشكلة عادي. اوكي، ما عندك مشكلة. وبني بهني شو خبز، وهذا بيري، بيري موجود هني، والاكل الثاني. زين، وهني شوفي. اوكي، هذا كم نفر يشل الحين؟ بعدها 60، ما يشل الكل. زين، اظني لازم اكبره بطريقه ثانيه. أنا غلط هذا. ردوا من المهمه جنود البواسل. بعد ما بقى له شيء خلاص. والله بلانكس مصيبه. الشكل بغيره من سل الى يشتري لين يخلي 50. عندي فلوس. نبا بنحطي هذا هني، هذا فل هني بنحطيه هني. اوكي، وبنحطي حقنا عشرين من هذا النبيذ. زين، بعدل الماركت عقب شوي، صبر خله ينبني بعد، بزيد عليه بعد واحد حق فود، يعني انا ما اعرف هذا الاخير شو بحط فيه الصراحه. زين، الغنم توه في نص الفريد، والله ما عندهم وقت الغنم. اوه 1000 بس كله يضيع فري تريتري. شوفوا بس يوم اي على الفري تريتري. ما اعرف بشوفه بعدين اتصور، لانه مش منطق انه ما يمتد، ما اعرف ليش. خلى هذا وايد طول بيت قصر الملك هذا. انزين، انا وايد مهمات اعطنهم تراني، فخلنا نسوي بلدرز، خلنا نسوي بلدر ثاني بعدين بغير وظايفهم. انزين، هذا بناي وهذا بناي، تمام تمام. الحين المفروض يكون 200 200، بس هذا يخلص بنا الحين. شو باقي له؟ هذا باقي له، ما بقى له شيء، بس بقى له خشب، والخشب المفروض انه موجود. والله المفروض انه موجود، لكنه مش موجود صراحه، لانه اللي هنا ما يكفي مهما يقطعون فيه. حتى اللي هنا ما قاعد يقطعون فيه بسرعه كافيه يعني، فهاي موضوع ثاني. بتشوف شو بسوي الخشب، بنسوي شيء مستدام اكيد يعني، لابد يكون في حل مستدام. اظني لازم اعدل علاقاتي هني، لازم اعدل علاقاتي. يلا بنو، يلا هاوس. بعد يشتكون البيوت، شوفوا كم واحد جالس يبني بعدهم يشتكون البيوت، لا زالوا. مساعد الناس شو يبون؟ لورد مينر. انزين، الهلب كينج اجين. نشوف الكوست، خلينا نساعد الملك. اوكي تمام تمام، 200 200 بس. خلنا نعطي اولويه حق هذا على اساس يبول ال، لانه وضع صعب، والله وايد صعب الوضع. لانه اذا ما جانا التريدر هني ونحن طالبين نشتري هذا، راح تكون مصيبه المصايب. شو قلنا نبى؟ نبى عصير عنب، ونعطي لين 20. اوكي ممتاز ممتاز. الحين بنشتري من برا بالاضافه الى هذا، على اساس نبني لهم اللي هم مستانسين عليه، ونحن موقفين الناس والتيترة. بلدن كومبليت. لحظة، واحد بيري، واحد خبز، واحد سمك، ملابس. وين؟ زين، اسان بلجر. زين، الحين شو بسوي في هذا؟
هذا بمسكه بحذفه كامل بكبره، شوفوا بيجيب وظف الناس. اوكي ممتاز. في ناس قاعد تطلع ترى على مش مستانسين، بس والله ان البيوت يعني بالهبل ياس يبنون، مش مقصر وياهم في البيوت ولا في الاكل، بس انهم ما اعرف شو فيهم الصراحه، ليش زعلانين مني ما اعرف. انا اسف على الاصوات القبيحه اللي في الخلفيه، اسفا شديدة. المهم ها كانت حلقتنا اليوم، وسوينا لكم المينا، ونشوفكم في حلقة قادمة على خير مع قصر الملك، وبتشوف شو ممكن نسوي. فأشكركم على متابعة الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.